لا بأس يا ابن الوهاج، لكنني لن أكتفي بكنوز ابن العلقم، بل بكنوزكم أيضا. هذا شرط أوافق عليه، ونحن نوافق عليه أيضا. كم مقاتلا ستشركون من عندكم؟ 5 منا و5 منكم. اخترت نفسي أول المقاتلين. وأنا أيضا. شرق قاسر أترك قاسر سانتوس قاسر حبيب وائل طلبة جوائل شاهين وائل يا شقيف. إذن فأنت تنتمي إلى قبيلة ابن الوهاج. أنا أنتمي لكل من هو عربي. ظننت أنني لن أراك ثانية يا خالد، ولكن على ما يبدو أقدرك أن يكون موتك على يدي. لهذا أختارك خصما لي يا شقيف. حقا؟ أتذكر أول قتال بيننا يا خالد؟ منذ أحد عشر عاما. الآن سأقاتلك كما كان علي أن أقاتلك يومها، فإن كنت قد هزمتني فموتك اليوم هو هزيمتك. سأرى أن كان قدري أن أموت بسيفك يا شقيف. قاسر 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 قاسر
يبقى إلا واحدا من رجالك يا شقيف. حتى لو قتلت خالدا فقد خسرتم. لا يا ابن الوهاج، أنا من يرغب بنزال شقيف، ونصري هو قتلك. سأقتلك يا خالد، من أجل السنين الماضية سأقتلك. سأقتل فيك كل عذابي، كل قهري. سأقتل فيك أولادي الذين لم أنجبهم. إن قتلتني يا شقيف فسأقتل في نزال عادل، وإن قتلتك فلأنك تستحق القتل. يا سيد القوم، يا سيد القوم، يا سيد القوم.